خمس 24/4 حي الخالدية. إنه سر لم نستطيع فهمه. هذه المدينة وبالذات هذا الحي جميع مساجده تعرضت للقصف. لا نعلم ما هو سر العداوة الذي يحملها هذا النظام في قلبه لديننا وإسلامنا وعقيدتنا. هذا جامع التقوى في حي الخالدية تعرض للقصف أكثر من مرة. حقد أعمى على ديننا. إنه جامع التقوى في حي الخالدية تعرض للقصف أكثر من مرة. خمس 24/4 حي الخالدية. هذه أصوات الرصاص التي نسمعها الآن هي بظل وجود أعضاء من لجنة المراقبة. رغم هيك الجنس لم يتوقف، الرش العشوائي لم يتوقف.